طيب، السلام عليكم، يعطيكم العافية. نكمل حديثنا في النتورك لاير في الجزء الأول والديتا بلين. كنا وصلنا المحاضرة الماضية عند نتورك لاير سيرفيس مودلز كآخر جزء من هذا السكشن، و كنا بشكل عام إنه زي اي واحدة من اللايرز في سيرفيس مودل، حكينا ان كل لاير تستخدم السيرفيسز تبعات اللاير اللي تحتها. فالان عم نتحدث عن النتورك لاير، نشوف ايش هي الخدمات اللي بتقدمها النتورك لاير للترانسبورت لاير، تو ترانسبورت ذا ترانسبورت لاير سيجمنتس تو ذا اذر تو ذا اذر اند. تمام، والله احنا يمكن هاي ما غطيناها كمان، صح؟ تمام، مظبوط. اي حديثا، اذا what service models are there for the channel transporting datagrams from the sender to the receiver؟ ايش هي الخدمات اللي بتقدمها network layer؟ تمام، من امثلة ال services for individual datagrams، الخدمات اللي بتقدمها لل individual datagrams اللي هي guaranteed delivery. يعني ممكن طبعا هذا لا يعني انها موجوده في الانترنت، احنا بنحكي في النتورك لاير بشكل عام. ايش هي السيرفيسز المحتمله اللي ممكن يحصل عليها الداتاجرام؟ الجارنتيد ديليفري، وهذا مش موجود في الانترنت لكن موجود في اذر نتورك لايرز، في اذر نتورك بارادايمز. جارنتيد ديليفري وذ ليس ذان 40 ملي سكندز، اذا في جارنتيز على الديليفري، جارنتيز على التايمينج. تمام، ممكن يكونوا هذول موجودات كسيرفيسز في الترانسفير نتورك لاير. من امثله السيرفيسز اللي ممكن تقدمها للفلو اوف داتاجرامز، اذا هذيك للانديفيدوال داتاجرام، هون للفلو اوف داتاجرامز، هون عندي فلو يعني كميه ترافيك. الواحده من السيرفيسز اللي ان اوردر داتاجرام ديليفري، بيكون عندي مجموعه من السيجمنتس، وهذا اللي بيحصل في العادي او داتاجرامز انهم هذول يوصلوا ان اوردر بنفس الترتيب اللي تم ارساله. تمام، مره ثانيه وانا بتحدث عن نتورك لاير سيرفيسز، تخلطوهاش بالترانسبورت لاير سيرفيسز. احنا في التي سي بي وي جارانتي ذا ديليفري، وي جارانتي ذا ان اوردر ديليفري في التي سي بي لاير، في التي سي بي بروتوكول. هون عم نتحدث ايش هي المودلز او السيرفيس مودلز ممكن تكون موجوده في النتورك لاير، مش بالضروره في الانترنت، هذا الحكي مش موجود في الانترنت، بس بشكل عام هذا ممكن موجود في النتورك لاير. ان اوردر داتاجرام ديليفري جارانتيد مينيمم bandwidth flow. فهاي services ممكن تقدمها network layer في some networks. تمام، وبرضو restrictions on the changes in the inter-packet spacing اللي احنا بنسميه الجتر، اللي هو التغير في الانتر-packet delay، تغير في التايمينج ما بين الباكت والباكت اللي قبلها، او الداتاجرام والداتاجرام اللي قبلها. هذا الحكي راح تدرسوه في كورس الملتيميديا، اللي هي شغلات العلاقة في الريال تايم ستريم. إذا هاي أنواع السيرفيسز، سواء للديتا انديفيدوال داتاجرام أو للفلو داتاجرامز اللي ممكن تقدمها النتورك النتورك لاير. الآن إذا بنطلع على الإنترنت وبنشوف النتورك لاير سيرفيس موديل اللي بتقدمها الإنترنت، اتس بيست إيفورت زي ما كنا حكينا في السابق. فعليا ما فيش جارانتيز، تطلعوا no bandwidth guarantee, no loss, no order, no timing guarantee، حتى no congestion feedback. يعني فعليا ما يعني الراوتر ما بيخبر انه صار في congestion. انت كيف بنعرف انه في congestion؟ لما يصير عندي loss، then inferred by loss. اذا بنفترض انه صار loss او نفترض انه صار في congestion لما يصير عندي losses او long delays. فبتلاحظوا الانترنت النتورك لاير في الانترنت ستاك فعليا ما فيها اي جارانتي واتسو ايفر، هذا اللي سميناه البيست ايفورت. فبي كيرفول، نتحدث عن السيرفيسز بشكل عام، لكن لما ناخذ الانترنت از ان اكزامبل، النتورك لاير في الانترنت داز نوت بروفايد اني جارانتيز، اتس ا بيست ايفورت. بينما في اذر نتوركس، هاي الجدول في هذول الانتريز للاي تي ام نتورك. الاي تي ام نتورك هي الاسينكرونس ترانسفير مود نتورك، والATM is another parallel network موجودة. It's not publicly used. هاي موجودة for businesses, for banking و real-time transactions زي التصرفات الآلية وما إلى ذلك.
وفي يوم من الايام هي ظهرت تقريبا بنفس فتره الانترنت او بعدها بشوي، وكانوا يظنوا انه هي اللي راح تدوم والانترنت اللي راح تنقرض، لانه الانترنت في شيء جارانتيز، لكن اللي حصل سبحان الله مختلف. لكن ظلوا التنتين موجودات، الانترنت موجوده فور بابليك يوز، والاي تي ام موجوده فور بزنس بيربسز، او في سيرفيس كانك تستخدم او تشتريها تستخدمها. فبتلاحظوا انه مثلا في الاي تي ام في عندك فور سيرفيس مودلز، هذول الاربعه، السي بي ار كونتينوس بيت ريت، الفي بي ار الفاريبل بيت ريت، الاي بي ار اللي هو الافيلبل بيت ريت، واليو بي ار اللي هو الان سبيسيفايد بيت ريت. فطلعت في عندك سيرفيس ديفرنت جريدز اوف سيرفيس، وكل واحدة لها سعرها وكل واحدة لها مواصفاتها. شوفوا مثلا احسن واحدة اللي هي الكونتينوس بيت ريت، لاحظوا من كلمه كونتينوس بيت ريت انت عم بتحصل فعليا بيت ريت ثابت. بس يعني خليني انوه لنقطه، الـ ATM تدخل تحت packet switching، لكن it's called virtual circuit switching. virtual circuit switching يعني هي شبيهة بالـ circuit switching لكنها packet switching، ففيها guarantees قريبة من الـ circuit switching. تمام، عشان هيك تستطيع تحصل constant bit rate، تمام، وتأخذ guarantees على الـ loss وعلى الـ order وعلى الـ timing، لكن ما في وكمان إيش، ما فيش congestion، there is no congestion. يعني فعليا it's a dedicated service، أنت بتأخذ link على الـ CPR everything is guaranteed. بينما في الـ variable في عندك guaranteed rate متغير، لكن بينزلش عن حد معين، ولو انه يعني guaranteed rate يعني في عندك rate معين بتستطيع تضمنه ضمن range معين. مش عارف شو الفرق بين الـ guaranteed minimum. الـ guaranteed minimum بيعطيك الـ يعني عندك حد أدنى بتنزلش عنه، الـ guaranteed rate بيعطيك ريت، معناها بيعطيك average rate على الأغلب، معناها average rate معين. والـ UBR بيعطيك no guarantees على الباندل، يعني زيه تقريبا زي الانترنت. فبتلاحظوا الـ UBR جدا شبيه بالانترنت، الشيء الوحيد انه بيعطيك guarantee على الاوردر، على الاوردر of packets، والباقين بيتراوحوا. فبتلاحظ انه مثلا الـ VBR برضو بيعطيك guaranteed على الريت، على اغلب افريج ريت، وعلى اللوس والاوردر والتايمينج، ومفيش في كونجستشن. الاي بي ار في guaranteed minimum، بيعطيك اوردر guarantee على الاوردر، وفي كونجستشن فيدباك. واليو بي ار تقريبا بيعطيكش اي guarantee. فبتلاحظوا انه في عندنا different services ممكن تقدمها النتورك حسب انت اي نتورك تتعامل معه. طبعا انت الان كنتورك انجينير ممكن تتعامل مع اي نوع من النتورك، على الأقل هذول التنتين اللي هم الأكثر استخداماً والمشهورات في العالم، اللي الإنترنت والـ ATM. صح الـ ATM مش معروفة إنها كإنديفيدوالز، لكنها في البيزنس سايد معروفة، زي ما حكينا في الريال تايم، ريال تايم ترانزاكشنز، بالذات في الفاينانشال سيرفيسز. طبعاً بإمكانك تأخذ السيرفيس هاي الأشياء ثانية كثير، يعني شركات بتشتريها فور سبيسيفيك بيربسز، لكنها موجودة لكن على البيزنس سايد. فأنت ممكن كنتورك انجينير تشتغل في اي واحدة من هاي المؤسسات اللي بتستخدم الفيرتشوال سيركت سويتشنج، وعلى استخدام الاي تي ام بروتوكول او الاي تي ام ستاك. تمام، هاي بالنسبه للنتورك لاير سيرفيس مودلز. اي سؤال؟ طيب نيكست راح نتحدث عن الراوتر، واتس انسايد الراوتر. هذا كثير موضوع مهم صحيح، والتفاصيل اللي فيه بتفهمنا شغلات كنا حكيناها في السابق وما دخلنا بتفصيل بتفاصيل. اذا رح نشوف كيف الراوتر بيشتغل، من ايش مقسم، ايش مكونات الراوتر، وكيف فعليا الباكتس تدخل وبتطلع، وكيف بيتم تحديد اتجاه الفوروردينج فيها وما الى ذلك. تمام، اذا سكشن 3 واتس انسايد راوتر. أول شيء نبدأ براوتر أركيتكتشر أوفرفيو، ناخذ فكرة عامة عن الأركيتكتشر تبع الراوتر. تمام، حكينا الراوتر في تو كي راوتينج، في تو كي فانكشنز بيعملهم الراوتر، الرننج الراوتينج الجوريثمز أو البروتوكولز، وفي الإنترنت في مجموعة من الراوتينج البروتوكولز الأكثر استخداما أو اللي فعليا مستخدمات الستاندرد إنترنت الجوريثمز، اللي هم أو بروتوكولز اللي هم الريب Routing Information Protocol، OSPF، Open Shortest Path، Open Shortest Path First، والPGP Border Gateway Protocol. هذول فعليا مستخدمات في الإنترنت، وهذول راحين تدرسوهم في كورس الـ Network Protocols.
تمام. فمهمة الراوتر إنه واحدة من التو كي فانكشنز للراوتر إنه ترن هاي الالجوريثمز تمام to to specify the least cost path to populate the forwarding table. فال second key function في الراوتر إنه forwarding the datagram from the incoming to the outgoing. كنا اتفقنا إنه إحنا الراوترز بيعملوا run للالجوريثمز وبيعملوا update على forwarding tables. ولما تيجي datagram مهمة الراوتر إنه يأخذ هاي الداتاجرام يقرأ الهيدر انفورميشن وبناء عليها يحدد على أي outgoing link يحطه على أي output port أو outgoing link. تمام؟ إذا في إنه داتاجرام تيجي من incoming link تمام؟ والراوتر من خلال forwarding table بيحدد على أي outgoing link يحطها link أو port زي ما بيكون البورت مشبوك عليه link. ففعليا الراوتر في له مجموعة من الانبوت ports وفي عنا high speed switching fabric وفي عنا output ports. فبتلاحظوا ال input port وال output port نحتاج switching fabric high speed switching fabric اللي توصل ال inputs وال outputs. يعني تستطيع تمرر الباكت أو ال datagram من أي input port لأي output port بسرعة عالية جدا. ومهم جدا تكون السرعة عالية جدا لأنه هذا هو الكور تبع النتورك. لازم الأمور تمشي بشكل سريع جدا otherwise بصير عندنا delays وبصير عندنا تعطيل. وفي عندنا routing processor اللي مهمته يعمل running للrouting algorithms. فعليا كل واحدة من الانبوت and output ports is has its own processor. تمام؟ It's a multi-processor system mainly. بالعادي معظم الراوتينج على الأقل الحديثة it's a multi-processor system. يعني فعليا عندك processor موجود على كل input and output port. الراوتينج processor المين راوتينج processor مهمته يعمل running للراوتينج algorithms and protocols. تمام؟ زي ما كنا حكينا المرة الماضية التوجه حاليا إنه الراوتر مقسوم ل two parts أو two planes forwarding data plane. تمام؟ وهذا بيحصل hardware based كل إشي hardware. فit operates at a very high speed nanosecond scale time frame. يعني عم تحدث عن processing بالجيجاهرتز. عم تحدث عن إيش؟ عن سرعات هائلة جدا لأنها hardware. كل شيء بيتم عن طريق hardware. وزي ما حكينا مهم جدا يكون كل شيء سريع. الأبر بلين اللي هو الكنترول بلين اللي هو مسؤول عن الراوتينج والمانجمنت. تمام؟ هذا في العادي بالسوفتوير. يا بيكون سوفتوير داخل البروسيسر تمام؟ أو بيكون زي ما حكينا في هذا تراديشنالي أو حاليا عن طريق الأسديان ممكن يكون موجود على ريموت سيرفر. تمام؟ وهذا الحكي runs in millisecond time frame. طبعا أنت بهمك هذا تكون سريع جدا لأنه هذا اللي بيحصل forwarding يكون سريع جدا لأنه هذا اللي بيحصل on real time. الراوتينج بيحصل in the background وبيعمل updates continuously. تمام؟ لكن فعليا انت بدك هاي السرعة تكون هون على ما يمكن لأنه هون انت بتعمل forwarding للباكتس. طيب هاي الصورة العامة للراوتر. خليني أسأل هذا السؤال نشوف إذا في حدا مصحصح معي ولا لا. شو هدول الثري boxes اللي موجودين على الانبوت والاوتبوت بوكس؟ فينا إيش؟ ثلاث صناديق أو three rectangles، واحد أسود واحد أزرق واحد أحمر على كل واحد منهم. وبالoutput port موجودين الثلاث لكن in reverse order. حدا بيحكي لي شو هذول إيش بيمثلوا؟ شبيبة حدا صاحي معي؟ معك دكتور. دانيال شو رأيك؟ انت الوحيد اللي عم بسمع صوتك اليوم. شو رأيك؟ شو هذول الثلاثة بمثلوا برأيك؟ 3 boxes على input وال output ports. No idea؟ ما بعرف. packets يمكن ما بعرف. packets؟ لا عم تحدث عن ports. عم تحدث عن اشي physical. هم
طب احنا عم ليش نتحدث؟ عم نتحدث عن الراوتر. الراوتر وين موجود؟ او الراوتر شو موجود في الراوتر لوجيكلي من ناحيه نتورك ستاك؟ مش حكينا انه الراوتر از لاير 3 ديفايس؟ شو يعني لاير 3؟ ذكرين؟ يعني فيه ال 3 لايرز اللي هن الفيزيكال والداتا لينك والنتورك لاير. There we go. شو بتساوي الفيزيكال لاير؟ Responsible of بعرفش كيف بدي احكيها بالانجليزي، نقل البيتس يعني. تمام، بس mainly في الديفايس. انت لو عندك ديفايس زي عندك راوتر اللي في البيت، الفيزيكال يعني كيف تتعامل مع الفيزيكال لاير؟ شو اللي بيميز الفيزيكال لاير؟ هي طب شو علاقة الكلام هذا بثري بوكسز؟ ليش هون بهذا الاتجاه وهون معكوسات؟ يعني أسود أزرق أحمر، هون أحمر أزرق أزرق أسود. تتذكروا حكيت لكم اللاير، تتذكروا في الانيميشن اللي عملناه المحاضرة الماضية حكينا الراوتر فيه 3 لايرز، فيزيكال والديتا لينك لاير والنتورك لاير. وحكينا الباكت لما بتيجي تدخل في الفيزيكال لاير تطلع للنتورك لاير وبترجع تنزل مره ثانيه، هذا الانبوت بورت وهذا الاوتبوت بورت. تذكروا من المحاضره الماضيه؟ ففعليا الفيزيكال لاير هي اللاين ترمينيشن. يعني انت لما بتدخل الايثرنت كيبل على سبيل المثال او الفايبر كيبل، مظبوط، هذا اللاين ترمينيشن، هذا فعليا مثل الفيزيكال لاير. الفيزيكال لاير شيء محسوس، شيء بتتعامل معه انت يدويا مباشره. ونفس الشيء الايثرنت اللي مشبوك، طبعا احنا حكينا الكل بورت عباره عن اي او بورت، يعني هو عفوا انبوت اند اوتبوت بنفس الوقت، بس احنا لوجيكلي عشان نفهم كيف البروسيس بتتم فاصلينهم از انبوت اند اوتبوت. ففعليا هذول 3 بوكسز هم 3 لايرز، فيزيكال داتا لينك نتورك، وهون نتورك داتا لينك فيزيكال، لانه حكينا وهي داخل الباكت تبدا بالفيزيكال لاير لداتا لينك لاير للنتورك، بعدين تنزل من النتورك لداتا لينك لاير، بعدين بالاخير فيزيكال اللي تطلع منها من الكيبل. فدول فعليا بيمثلوا ال 3 لايرز. اللاين ترمينيشن اللي هي الفيزيكال لاير اللي هي البيت ليفل ريسبشن زي ما حكيت دانيال، والداتا لينك لاير اللي هي زي الايثرنت. تمام، راح ندرس هذا الكلام على الداتا لينك لاير في شابتر 5، عفوا هو شابتر 6 الان، بعد على القديم هي شابتر 6. فاللينك لاير بروتوكول اوكي بيستقبل الفريم اللي على الداتا لينك لاير وبيسلمه له النتورك لاير. في النتورك لاير شو في لوك اب اند فوروردنج تيبلز وفي كيوينج. هذا حديثنا اليوم، يعني راح نركز على هاي الجزئيه. وفي عندي decentralized switching، عملية switching إنه أنا وصلتني الباكت عن طريق اللاين، وصلوني البيتس. تمام، البيتس هذول شكلوا فريم، والفريم جواته داتاجرام تبعت النتورك لاير. فالداتا لينك لاير سلمت الداتاجرام لمين؟ للنتورك لاير. فالنتورك لاير الآن بتأخذ الداتاجرام هاي، تطلع على الهيدر تبع الداتاجرام. تمام، وتشوف على سبيل المثال الديستنيشن اي بي ادرس او اي معلومات ثانيه في الجنرال فوروردنج، وبناء عليها تقرر على اي اوتبوت بورت تحطه. بس الان لازم تعمل تيبل لوك اب، لازم تطلع على الهيدر. واذا بدنا ندخل بتفاصيل اكثر زي ما حكينا في السابق، جزء من البروسيسنج انك انت تعمل تشيكينج على الايرور. معظم البروتوكولز فيها ايرور تشيكينج، راح تشوف انه نفس الشيء الاي بي فيه تشيكسم، بدك تتاكد انه ما فيش فيه ايرور في الباكت قبل ما تكمل. فبتعمل error checking، كل شيء تمام، بتطلع على بعمل processing للهيدر، باخذ ال destination IP address، بعمل table lookup، بروح على ال forwarding table، بدور على ال IP address،
destination IP address عشان أحدد حسب الـ routing algorithms على أي output port لازم أحطه، فبيعمل له forwarding على الـ output port through the switching fabric. يعني بدي أمر من الـ switching fabric زي ما شفنا قبل شوي باتجاه الـ output port. وهون ممكن يحصل عندي queuing. هذا أول نوع من الـ queuing ممكن يحصل على الباكت اللي هو الـ input port queuing. رح نتحدث عن هذا الكلام بعد شوي. تمام؟ ففي عندي decentralized switching. في الـ traditional كل شيء بيحصل، وهو في كل الـ routers بيحصل الـ switching أو اللي هو الـ forwarding بيحصل decentralized، يعني port by port. كل port بيشتغل لحاله زي ما حكينا. كل port عبارة عن computer system by itself. يعني هذا البوكس ببث الكمبيوتر تقريبا. في عندك بروسيسور وعندك ميموري وعندك تيبل لوك اب وعندك كل الشغلات هاي بتحصل within the input port. فالموضوع معقد، الراوترز مش 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 ديفايس سهل صحيح. ففي عندك decentralized switching، يعني كل واحدة من الانبوت بورت بتشتغل individually لحالها بناء على ايش بيجيها. فبتستخدم الهيدر فيلد فاليوز اند لوك ابس ذا اوتبوت بورت using forwarding table in the input port memory. شايفين in the input port memory. لأن عندي processor وعندي memory داخل input port. فبتعمل إشي with what we call the match plus action. يعني بتعمل matching لل IP address، على سبيل المثال ال header value سواء IP address أو أي معلومات أخرى. تمام؟ وبناء عليها بتعمل table lookup، وبس تطلع table lookup تأخذ action معين. هذا المقصود بالماتش بلس اكشن. الاكشن في الحالة هاي ان انا بدي اوصله ايش بسرعة على الاوتبوت بورت. What's the goal for the input port? Complete the input port processing at the line speed. ايش يعني at the line speed؟ وين اللاين؟ هاي اللاين هون، هاي اللاين termination، هذا اللاين. في اللاين هذا عم بيعطيني bit stream، في عندي bit rate، معلومات عم تجيني بسرعة. طبعا معلومه تيجي مجموعه بيتس بتشكل فريم، بشكل منها داتاجرام بعمل عليها بروسيسنج. الان وانا عم بعمل البروسيسنج وبعمل فوروردنج عم بيجيني اذر، من هون عم بيجيني ايش مور داتا. ففي عندي لاين سبيد، اللاين سبيد هذا عم بدخل علي ايش، بدخل علي مور داتا. يعني فعليا انا في النتورك لاير عم بكون شغال على واحدة من الداتاجرامز، عم بعمل بروسيسنج وفوروردنج وتيبل لوك اب والقصص هاي كلياتها، وفي عندي ايش نيو داتاجرام عم تيجيني من الداتا لينك لاير. ففي شيء طالع وشيء داخل، فانا لازم اشتغل ايش اسرع ما يمكن على اللاين سبيد. يعني لازم اجاري سرعه دخول المعلومات لعندي. متى بيحصل الكيوينج؟ متى بيحصل الكيوينج يا شباب؟ اذا كان عندي الانبوت اكثر من الاوتبوت. إذا كان عندي الانبوت مش أكثر، أسرع من الاوتبوت. أسرع صح؟ يعني أنا سرعة دخول المعلومات اللي عندي زي أي كيو في الدنيا، إذا سرعة دخول المعلومات أعلى من سرعة خروجها بيصير عندي كيوينج. فأنا عندي لاين سبيد، في عندي سرعة معلومات جاي من خلال اللاين، وهذا اللاين له R bits per second اللي هو الداتا ريت تبعه. تمام؟ وسرعة يعني بروسينج بالعادة البروسينج جدا سريع، بس أهم شيء سرعة نقل المعلومات على اللاين من جهة. وفي عندي ايش الان هاي اللي مركز عليها السويتشينج فابريك. وهذا السويتشينج فابريك زي ما شفنا في الصورة السابقة it serves كل الانبوت and output ports، فهذا لازم يكون سرعته عالي جدا يستطيع الحي عليهم كلياتهم. اذا كانت سرعة نقل المعلومات through the switching fabric to the output port اقل من سرعة دخول المعلومات من اللاين راح يصير عندي queuing. هذا أول سبب للكيوينج. تمام؟ إذا كيوينج if the datagram arrived faster than forwarding rate into the switching fabric. هاي ميل اللي بسبب الكيوينج. طيب. هي نفس السلايد بس نكمل. في عنا الآن نوعين من الفوروردينج زي ما كنا حكينا المرة الماضية. في عنا الترديشنال فوروردينج اللي موجود على يعني معظم الراوترز تشتغل على أساسه هاي الأيام، اللي هو destination based forwarding. زي ما حكيت قبل شوي بتطلع على destination IP address، بتعمل table lookup، بتدور على output port وبتحول الداتاجرام بناء عليه. الآن في generalized forwarding الأمور يعني عم تتغير مع الوقت،
الآن الجنرالايزد فورودينج ممكن الفورودينج يحصل بيس اون اني سيت اوف هيدر فاليو اوف هيدر فيلد فاليوز، مش بالضروره بس على ديستنيشن اي بي ادرس، ممكن يكون في معلومات اخرى تخليني اخذ الاكشن ماتش بلس اكشن. ممكن الاكشن هذا يكون له علاقه فور سم ريزن بالسكيورتي، ممكن اجي احكي انه انا عندي كومبينيشن معين من الانبوت اند اوتبوت او من الاي بي ادريسز او اي فاليو اخرى في الهيدر تعطيني انديكيتر انه الداتاجرام هاي حولها باتجاه معين لسبب او لاخر. فالتراديشنال انه خلاص اي بي ديستنيشن اي بي ادريس، باخذ ديستنيشن اي بي ادريس وبناء عليه بعمل فورورد. في الجنرالايز فورودنج ممكن يكون عندي رولز مختلفه حسب المعلومات اللي موجوده في الهيدر تبع الداتاجرام، باخذ اكشنز محدده بناء عليها. تمام. طيب اذا هاي الحديث العام عن الانبوت بورت، ايش هي مكونات الانبوت بورت وايش هي الفانكشنز تبعتها وشو الجول تبعها. نشوف الان كيف بيحصل عملية الماتشنج للاي بي ادرس هون، على الاقل في الـ في الـ في الـ في التراديشنال ديستنيشن بيس فورورد. فانا عندي اي بي ادرس موجود في الهيدر تبع الداتاجرام اللي وصلتني، وهذا الاي بي ادرس بناء عليه بدي اعمل فورورد، بدي اعمل تيبل لوك اب. فالان لازم اعمل ماتشنج ما بين الاي بي ادرس اللي موجود في الداتاجرام مع الاي بي ادريسز اللي موجودين في الفورودنج تيبل. فورودنج تيبل فيه رينجز اوف اي بي ادريسز، مش بالضروره مش انديفيديوال اي بي ادريسز لكن رينجز اوف اي بي ادريسز. فهي الرينجز اوف اي بي ادريسز بنعبر عنها بشيء نسميه بريفكس. بريفكس اللي هي الكومن بيتس اوف ذا اي بي ادريس وذين ذس رينج، وهذا اللي ليتر اون راح نسميه السبنت ماسك. هذا فعليا اللي بيمثل السبنت. كل سبنت في الدنيا إلها سبنت ماسك او سبنت بريفكس. راح نجي لهذا الكلام ان شاء الله في النكست سكشن. النكست سكشن راح نتحدث عنه الاسبوع القادم، بس بشكل عام فينا ايش نسميه البريفكس وعندنا ايش نسميه لونجست بريفكس ماتشنج. فاللونجست بريفكس ماتشنج when looking for a forwarding table entry for a given destination address use the longest address prefix that matches the destination address. يعني انت بتاخذ الديستنيشن ادرس الموجود في الداتا في الهيدر تبع الداتاجرام وبتقارنه بالبريفكسز اللي موجوده في التيبل. راح نشوف انه البريفكسز اللي موجود في التيبل ممكن يصير في اكثر من ماتش، لكن هذول الديفرنت ماتشز ما لهمش نفس الحجم، نفس عدد البيتس. فالقاعده في الانترنت انه يوز ذا لونجست prefix. لما يكون عندك اكثر من ماتش بتاخذ اطول واحد فيهم. رح نيجي later on في chapter 5 عفوا مش في next section ونتحدث عن هذا الموضوع. بس mainly ال address destination address range في ال forwarding table، هذا simple forwarding table امامكم، في عندي 3-4 entries. هاي الفورد otherwise يعني اي اي بي ادرس does not match any of these three. لاحظوا كل واحده من الديستنيشن ادرس رينج مرتبطه في ايش؟ في لينك انترفيس. تمام، يعني اذا الاي بي ادرس اجى ضمن هذا الرينج الاول اعمل فوروردنج على لينك انترفيس 0. اذا عمل ماتشنج مع السكند this destination address range حطه على link interface 1 and so forth. اذا ما عملش ماتش ولا واحده من الثلاث، اذا ما كانش على اي واحده من الثلاث حطه وين؟ حطه مباشره على 3. ال IP address is a 32 bit address. تمام، فال IP address مكون من 4 bytes زي ما انتم شايفين هون 1 2 3 4، وكل واحد من البايتس 8 bits. فلاحظوا على سبيل المثال الديستنيشن ادرس الاول البريفكس تبعه مكون من كم؟ 8 و8 16، وعندي هون 5 من 21. فالبريفكس تبعه 21 بت، اللي تحته هي زياده 3 فهذا 24 بت. اذا هذا 21 هذا 24 بت، هذا البريفكس. واللي تحت زي الثالث زي الاول 21،
تمام. فبتلاحظوا انه الرينجز هاي بتكمل بعض فعليا. تمام، الرينجز بتكمل بعض فعليا. خلينا نشوف مثال او امثله. لو كان الديستنيشن ادرس هو هذا الادرس، تمام، بدك تيجي تعمل له ماتشنج، تدور عليه في هذا التيبل، شو راح تجد؟ راح تجد انه كلهم كل الادريسز او الثري انتريز لغايه هون متشابهات، صح، من هون وشمال متشابهات. فالليفت موست 19 بيتس نفسهم، يعني لغايه وين؟ لغايه هون. فبتلاحظوا هذا من هون لهون دي ماتشهم اول. وين الفرق بينهم؟ الفرق بينهم بالبيتس اللي بعده. فبتلاحظ انه الانتري الاولى بعد، يعني هون لما تبلش لليمين من الخط تبلش 1-0، بعد عندك 1-1-0-0-0، بعدين عندك 1-1 وستارز. لاحظ الديستنيشن ادرس المثال تبعنا، شو التو بيتس اللي بيميزوه؟ اللي هي 1-0. لاحظوا ال 1-0 وين موجوده؟ بس موجوده في هذا التيبل انتري. فديفنتلي ات ماتشز اونلي 1 انتري اللي هي الانتري الاولى، صح؟ معاي كلكم؟ اذا على اي بورت لازم احطها هاي؟ على اي انترفيس؟ زيرو. على انترفيس زيرو 100%، على انترفيس زيرو. اوكي، هاي واضحه صح؟ This is a unique matching، فما فيش جدل، احطها على اللينك زيرو. شوفوا المثال اللي بعده، المثال اللي بعده مره ثانيه، هاي حطيت الخط هون. المثال اللي بعده the next two bits are 1-1. لاحظوا عندي هون 1-1 وعندي هون 1-1. طب شو بدي اساوي؟ على اي واحد احطه؟ 1 على 1. ليش على 1؟ لانه في اكثر ماتشز. ايوه، اذا في عندي عدد اكبر من بيتس من الماتشنج بيتس. ففي عندي 0-0-0 هون، ات ماتشز 0-0-0 هون. هذا المقصود باللونجست بريفكس ماتشنج. انا عندي هون على على 1 في عندي عدد اكبر من البيتس ذات ماتشز ذا بريفكس، فلازم احطه وين؟ لازم احطه على 1. تمام، هذا مفهوم اللونجست بريفكس ماتشنج. راح ندخل بتفاصيل اكثر ان شاء الله لما نتحدث عن اي بي ادرس، الاي بي ادريسنج في الاسبوع القادم، لكن هذا بشكل مختصر مفهوم اللونجست بريفكس ماتشنج. الان خلينا ناخذ التيبل هذا ونشوف الرينجز حتى يصير عندنا فكرة أفضل. طبعا أنتوا أخذتوا الديجيتال ديزاين وأخذتوا الباينري نمبرز وبتعرفوا كيف تتعاملوا معها، وأكيد في الأركيتكتشر والكمبيوتر أورجانيزيشن أخذتوا بالميموري مابينج كيف تعمل تحدد الأدرس إيس تبعات الميموري. Exactly the same idea. يعني هذول الستارز شو بيمثلوا؟ بيمثلوا كل الكومبينيشنز من الزيروز والونز. بمعنى آخر، هذا البريفكس بيمثل سبنت. This is what we call a subnet mask أو subnet prefix. الستارز هذول بيمثلوا عدد الـ IP addresses ضمن هاي السبنت. كم IP address في عندي هون؟ مين بيحكي لي؟ 2 قوة 12. ليش 12؟ عدد الستارز. كم عدد الستارز؟ عندي 8 زائد 3 قوة 11. قوة 11 صحيح. ففي عندي 2 to the power 11. كم 2 to the power 11؟ يلا استرجع معلوماتكم في الباينري نمبرز. 2 قوة 10 اللي هي 1K، صح؟ اللي 1024 ضرب 2 2048 IP addresses. إذا في هاي السبنت، السبنت الأولى في 2048 IP addresses، يعني أي IP address له هذا البريفكس، تمام، في 2048 IP addresses ضمن هذا البريفكس. طب كم بريفكس موجود على هون؟
2 قوة 8. 2 قوة 8 اللي كم؟ لازم يكونوا حافظين هاي الأرقام. هذا جزء من حياتي. 256. ما في كالكوليترز. هاي المفروض إنه الشغلات هاي نتذكرها بسرعة. شو في عندي هون؟ في عندي برضو إيش؟ 8. فنفس الإشي. عفواً 11. 2048 IP addresses. فبتلاحظوا في هذا التابل في عندي 3 subnets. أول واحدة فيها 2048 256 2048. Otherwise أي شيء خارج هذول الثلاثة subnets حطوا على port 3. هذا بيعتمد كيف أنت عم تعمل forwarding وكيف routing algorithms بتشتغل والقصص هاي كلها. هذا رح يجي تفاصيل الإكران. بس بشكل عام هذا هو التابل. نشوف الآن هذا التابل. نفصله شوي. تمام؟ هذا بس عشان تشوفوا. هذا كان التابل عندنا صح؟ لاحظوا. هاي الخط اللي أنا حطيته. هاي البريفكس. مظبوط؟ لاحظوا هذا الرينج من هون لهون. من هذول ال 11 all zeros لعند all ones. ففي عندي 2048 combinations. شو بيجي بعد هذا الرقم؟ إذا بتزيد واحد لهذا الرقم شو بصير عندك؟ بصير عندك هذا الرقم صح؟ مظبوط؟ ضيف واحد زيرو باليد واحد زيرو باليد واحد بعدين شو بصير الزيرو هذا؟ بصير 1. فبتلاحظوا أنه بيكملوا بعض. يعني هذا جاي بعد هذا الرينج مباشرة. فبتلاحظوا في عندي إيش؟ 11000. بس لاحظوا هون ال common part لاحظوا انه ال common part لغاية هون. لاحظوا هذا الجزء المشترك. ففي عندي من هون لهون 256 IP addresses. إذا أضفنا واحد هون شو بصير؟ اجمع واحد لهون صير 0000000 باليد 1 هاي باليد 1 هاي. فبتلاحظوا إيش؟ إنه هذا إجا مباشرة بعد هذا زي ما كان هذا إجا ورا هذا. فتلاحظوا إنه بيكملوا بعض. أوكي؟ فبتلاحظوا هون نفس الشيء الـ common part هاي الـ common part. تمام؟ هاي الـ common part. لكن عدد الـ IP addresses هون لاحظوا من وين لوين؟ من 1 8 zeros ل 3 ل 11 ones. تمام؟ فالآن بدي أرجع هون وأشطب هاي. ليش؟ أنا عم بستبخ الأحداث. هذا الحكي رح نجي له الأسبوع القادم. ليش أنا شطبتها؟ ليش هي غلط الآن؟ أنا طبعا حكيتها هون بناء على نفس المبدأ اللي هون، لكن الآن في عندي overlap بين هاي وهاي صح؟ يعني أنا كأني أخذت هذا الرينج كله اللي فيه 2048 وقسمته ل 2 subnets. واحد فيه 256 والثاني هذا فعليا فيه كم؟ فيه 2048 ناقص 256. وإذا مش مصدقين احسبوا الرقم. إذا مش مصدقين عدوا من 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 هذا الرقم. هذا كم الرقم فعليا؟ هذا 257. وهذا لكم؟ هذا 11/12/2048 2000. هذا كم بيساوي؟ اللي هو 1
للقوة 11,047 صح؟ فعدد الـ IP addresses هو الفرق بيناتهم، وهذا اللي راح يطلع معنا هون نفس الرقم. ريحة شوي من سبق الأحداث بس عشان نشوف إيش يعني الـ destination based forwarding وكيف الـ forwarding table كيف بيتمثل. فإحنا فعلياً في العادي بنمثل الـ forwarding table زي هيك، وبدون الـ stars طبعاً، الـ stars تكونش موجودة، بيكون بس الـ prefix، بس هي الأرقام هاي zeros و ones، لأنه الباقيين معروفين intuitively، لأنه عندي 32 bit، رقم 32 bit، فعندي بقية الـ bits بيكونوا إيش stars. تمام؟ هاي بالنسبة للـ destination based forwarding. أي سؤال؟ يمكن شوي دخلنا شوي في جزئية الـ IP addressing بس كمقدمة عشان ضلها في بال كل المرات الجاي. Okay. What happens if the ranges don't divide up nicely? راح لاحظوا إنه التقسيم هون contiguous، يعني فعليا بيكملوا بعض كلياتهم، ما فيش عندي gaps بالنص. طب لو ما كانوش هيك بتقسموا زي هيك nicely مع بعض وبيغطوا كل الجابس، شو بيصير؟ شو ممكن يصير؟ بيروح على otherwise. بيروح على otherwise. ممكن يروح على otherwise if it doesn't match، بس الآن إذا في عندي gaps ممكن الجابس هاي، يعني إذا في عندي IP addresses مش مغطاي، يعني في gaps ومش مغطاي في أي مكان، ممكن فعليا تروح على المكان الغلط. يعني ممكن أحط IP address، يكون عندي IP address ضمن الجاب هاي، لكن الجاب هاي مش مغطيها الفوروردينج تيبل، المفروض هذا طبعا ما يحصلش، المفروض المعلومات تكون متكاملة في الفوروردينج تيبل، بس على فرض انها مش موجودة، هاي الجاب رح تسبب انه يصير في عندي خطأ في الفوروردينج. لذلك لازم الفوروردينج تيبل يكون مغطي كل الجابس، مغطي كل الاي بي ادرس رينج. تمام، رح نشوف ليتر اون كيف بتتم العملية هاي. الاي بي ادرسينج نسميه احنا هيراركيكال structure، إلها hierarchical structure. إيش يعني hierarchical structure؟ يعني فعلياً عندي IP address range اللي موجود في العالم مقسم بطريقة معينة، تمام؟ بحيث إنه كل واحدة من ال small subnet is part of the larger subnet. وهذا الكلام كنت أنا زمان حكيت لكم إياه في chapter 1 لما كنا نتحدث عن access networks. إذا أنت لما بتشتري service من واحدة من شركات الاتصالات زي Orange، تمام؟ Orange بتعطيك IP address. هذا الـ IP address بيكون ضمن السبنت تبع أورنج، ممكن أورنج نفسها لأن أورنج كثير كبيرة وعالمية إلها ranges of IP address، مثلاً أورنج الأردن في لها سبنت معينة، أنت بتأخذ IP address من ضمن هذا السبنت اللي خاص في 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 في, في أورنج جوردن، وأورنج جوردن عبارة عن subset من أورنج الشرق الأوسط على سبيل المثال، أنا بفترض من عندي. وأورنج الشرق الأوسط اللي سبنت هي جزء من أورنج الجلوبال العالمية، فهذا الهيراركيكال سبنتينج بيخلي الأمور كونتيجوس، يعني إيش؟ متجانسة ومكملة لبعض، ما فيش عندي أي مشاكل أو عندي أي جابس. لو رحت لزين، زين راح تعطيك أي بي أدرس ضمن الأي بي أدرس رينج تبع زين. الآن منين زين جابت الـ IP address 7؟ حسب منين اشترت الـ service. إذا اشترته من أورنج راح تكون ماخذة another subset من أورنج، مختلفة عن الـ subset اللي ممكن تكون أنت ماخذ منها لو أنك أنت direct customer لأورنج، وهكذا. فالـ IP address range is hierarchical ومقسم ومنظم بطريقة جميلة عالميا، تمام؟ بحيث أنه ما يكونش عندي مشاكل، فكل شيء مقسم بطريقة very, very nicely. It divides up very nicely. لأنه كله هيراركيكا. رح يجي لهذا الكلام إن شاء الله في النكست سيكشن. أي سؤال؟ واضح الأمور؟ علامة الرضا. Longest prefix matching زي ما حكينا، we'll see how longest prefix matching is used shortly يعني في النكست سيكشن when we study the IP addressing. Longest prefix matching often performed using ternary content addressable memories. الآن عشان يحققوا عملية الماتشنج في التيبل لوك اب بشكل سريع جدا وفيري افيشنت، بيستخدموا مصطلح بسموه ternary content addressable memories. إذا هي
ميموريز بتخزن فيها الفوردنج تيبل تمام، وكونتنت ادريسبل يعني من خلال الكونتنت بعمل ادرسنج وبجيب بعمل تيبل لوك اب سريع. فهي بتعطيك تيبل لوك اب ات ريتريفز ذا ادرس ان وان سايكل، مش عارف اذا وان سايكل هذا من صحيحه، بس على الاقل تعطيك اياه ان فيكس تايم. فيكس تايم يعني خلاص انت عارف انه التيبل لوك اب هذا راح يكلفك such and such time. ما فيش إشي اسمه والله كل ما زاد التيبل كل ما كبر التيبل، ما في. فبتعطيك إشي constant time. إذا one cycle بيكون excellent. مش عارف إذا المعلومة هي دقيقة جدا، بس إذا one cycle معناها ممتاز، يعني عم بتحصل التيبل بيعمل تيبل lookup in a very very short time. تمام regardless of the table size. وهي شغلة كثير مهمة في TCAMS إنه regardless of the table size، بغض النظر عن حجم التيبل، لأنه عادة إحنا في التيبل لوكاب في اللينير تيبل لوكاب اللي إحنا تعلمناه في البرمجة وتعلمناه في الألغوريثمز، في العادة بيكون function من حجم الداتا من حجم التيبل، يعني كل ما زاد التيبل كل ما زاد الوقت عشان on average عشان تطلع تعمل تيبل لوكاب. لكن في TCAMS الطريقة اللي عملوا فيها الديزاين للTCAMS بحيث إنه أنت تستطيع تعمل تيبل لوكاب إن deterministic time، ما يكونش معتمد على table size. فعلى سبيل المثال في الـ Cisco Catalyst routers you can look up you can أعتقدها معناها look up about 1 million routing table entries in TCAMS. ممكنك تعمل table look up لو كان عندك table فيه إيش 1 million entries. تمام، فبتحدث عن راوترز متطورة جدا سرعاتها هائلة جدا. ده مهم جدا زي ما حكينا عملية البروسيسنج لما توصلك الداتاجرام على الانبوت بورت، حكينا مهمتك تعمل الفوروردينج للاوتبوت بورت ات ذا لاين سبيد، يعني تكون سريع جدا، بدك تواكب سرعة اللاين اللي عم بيدخل لك المعلومات. فعشان تعمل هذا الكلام كل شيء بيكون عندك سريع، عشان هيك في عندك specific processor على كل input port مهمته يعمل table lookup. موجود عندك tables في هذا النوع من الميموري حتى تستطيع تعمل forwarding lookup بشكل deterministic وسريع أسرع ما يمكن، عشان تلحق إيش تعمل له forwarding قبل ما يجي اللي بعده وهكذا. طيب تمام هيك. بالنسبة لل longest prefix matching نيجي الآن لل switching fabric. إذا كان حديثنا لغاية الآن في input port، ايش اللي بيحصل في الانبوت بورت؟ استقبل معلومات وعمل تيبل بروسيسنج للهيدر وعمل تيبل لوك اب. جاهز الان شو يساوي؟ يعمل فوروردنج للديتاغرام تو ذا اوتبوت بورت ثرو ذا سويتشنج فابريك. طبعا لما يعمل تيبل لوك اب التيبل لوك اب اعطاه على اي بورت لازم يحط هذا الديتاغرام. فالمهم التالي الان انه يسلم الديتاغرام هذا للسويتشنج فابريك او يمر من خلال سويتشنج فابريك للسبيسيفيك اوتبوت بورت اللي المفروض تروح عليه الديتاغرام. فالسويتشنج فابريك الان you need to transfer the packets or the datagram from the input buffer to the appropriate output buffer. هذا هو السويتشنج فابريك. Switching rate the rate at which the packets can be transferred from the input to the output. ففي عندنا switching rate اللي هو rate الداتا rate تبع السويتشنج فابريك اللي كم سرعة نقل المعلومات من الانبوتس للاوتبوتس من الانبوت بورتس للاوتبوت بورتس. Often measures in multiple of input and output line rate. في العادي بيقيسوا سرعة السويتشنج تمام مقارنة بسرعة ال line rate. يعني إذا line rate R تيجي تحكي إنه switching fabric مثلاً إحنا نحكي idealistically إذا كان عندي مثلاً n input lines تمام وكل line سرعته R، يفضل السويتشنج فابريك تكون سرعته NR. يعني المفروض السويتشنج فابريك يكون عنده قدرة يلحق على إيش؟ يلحق على كل الانبوت بورتس مع بعض. يعني لما تكون one packet is ready في كل واحدة من الانبوت لاينز يكون هو إيش؟ already نقل N bits N packets من كل واحدة من اللاينز. هذا في الـ ideal case. رح تشوف إنه this is not always the case. مش هنيك بيحصل عنا كيوت. فإذا عندي n inputs هذا تقريبا أنا حكيته نسيته إنه مكتوب هون.
إذا عندي N inputs, switching rate should be N times the line rate desirable. هذا this is what is desired. يفضل إنه يكون ال crossing rate أو اللي هو data rate تبع switching fabric بيساوي N times the line rate. اللي يعني حتى يستطيع الحياة عليهم كلياتهم. There are three types of switching fabrics. في عندك ثلاث أنواع من الـ architectures أو three يعني switching fabric architectures. أول واحد الميموري هو الأقدم واحد. أول ما طلعت فكرة الراوتر في ذات السبعينات وطلعتها سيسكو كانت ميموري بيست. بعدين حكوا الميموري بيست بطيئة وحنتوا عارفين في الكمبيوتر architecture accessing the memory is probably the worst لأنه الميموري is very slow. تمام؟ يعني كثير تكتب وتقرأ وما إلى ذلك. فحكوا طيب بنعملها عن طريق الباص. فبدك باص very high speed bus من خلاله أستطيع أنقل المعلومات من أي input port لoutput port. ولازم زي ما حكينا سرعة الباص لازم تكون جدا عالي لحق على كل input ports. بعدين حكوا طيب هذا الكلام يمكن ما يكونش كافي. راح نشوف ليش بعد شوي إيش ممكن يحصل ما بين input والoutput. فحكوا طيب من نطور أكثر بالذات لل core switches اللي switches عاليات السرعة اللي بيكونوا موجودين في قلب الإنترنت بدنا إشي أسرع منه فعملوا multiple bus اللي بسميه إحنا crossbar switch. الcrossbar switch عبارة عن multiple buses وممكنك تنقل من أكثر من input يعني عندك potentially كل input port عم ينقل على output port كلهم all at the same time. فهذا بيعطيك إيش n times سرعة البص هذا كروس بار سويتش. فعندك ثلاث انواع وموجودين هذا يمكن ميموري قديم شوي البص والكروس بار موجودين وبيعتمد على حجم الراوتر وليش بدك اياه. تمام لانه كل ما زادت التعقيدات وزادت السرعات معنى ذلك بدك اياه لشيء ايش لجزء اسرع من النتورك وهكذا. نشوف سويتشينج فيا ميموري. سويتشينج فيا ميموري اللي هي ايش الفيرست جينيريشن راوتر اللي ظهر في السبعينات القرن الماضي. Traditional computers were switching under direct control. يعني فعليا أول راوتر ظهر وبعرفش إذا كانت لسه قصة سيسكو موجودة في الكتاب أعتقد موجودة لا زالت. كيف ظهرت سيسكو؟ ظهرت في السبعينات في بداية السبعينات. شخص هو وزوجته بيشتغلوا في مجال الكمبيوتر وبلشت الإنترنت تطلع ففكروا كيف إحنا بدنا نعمل فكرة الراوتر كيف بدنا نصمم راوتر يشبك النتوركس بعض. فإجوا جهاز كمبيوتر حطوا فيه أكثر من بورت وسوفتوير يعني سوفتوير خاص مع جهاز كمبيوتر فيه ميموري وإنبوت وأوتبوت بورت مجموعة من البورتس وكل اللي سووه إنه صارت من الإنبوت تمام الباكيت is copied in the system memory. بدك تنقل داتاغرام من الإنبوت للأوتبوت أو من بورت لبورت تأخذ هذا بتنسخه على الميموري تكتبه في الميموري تمام بعدين بيجي الأوتبوت بورت أو ده بتنسخ من الميموري للأوتبوت بورت. فبدك تعمل كروسينج للميموري مرتين. Two bus crossings per datagram. إذا تمر على الباص مرتين وتعمل read and write على الميموري مرتين. هذا الكلام بطيء لكن في البدايات كانت هذا اللي موجود. And it worked. يعني هذيك الفترة كانت الأمور مش سريعة كثير والحاجة ما كانتش على الأغلب مش كثير كبيرة وكانت بداياتها. فIt worked. كان الراوتر عبارة عن simple computer. Single processor computer. لكن كان جدا بطيء. فكانت باكت تنكتب في الميموري بعدين ترجع ايش تنكتب من الميموري على الاوتبوت بورت لما يجي دوره. اوكي سويتشينج فيا باس داتاغرامز فروم انبوت بورت ميموري تو اوتبوت بورت ميموري فيا شير باس. فصار عندي ايش شير باس من هذا الباس بستطيع انقل المعلومات من وان بورت لانذر بورت. فصار عندي شيء ايش بسميه الباس كونتنشن أو في عنده إشي بسميه bus contention في بشكل عام في الباص ديزاين. Switching speed limited by the bus bandwidth. فأنت فعلياً سرعة الباص هو اللي بيحدد لك البرفورمانس تبع السيستم. لذلك بدك إيش؟ بدك سرعات عالية جداً للباص. وسرعة الباص معنى ذلك إيش؟ بدك complexity أعلى بدك cost أعلى وهكذا. فاستخدام الباص موجود على سبيل المثال في Cisco 5600 series تمام 32 gigabit في هذا السيريز في عندهم باص سرعته 32 جيجا بت بير سكند يعني بيستطيع ينقل 32 مليار بت بالثانية which is sufficient for speed for access and enterprise routers. يعني access routers للشركات او للمؤسسات او لجامعات
او ذا انتر او انتربرايز يعني شركه بشكل عام، فيا اما اكس سويتش او انترنال سويتش ويذين ذا انتربرايز. فهي سرعات كافي لهذا النوع من الديزاين، لكنه مش كافي لكور سويتشز، مش كافي لسويتشز موجوده في الكور نتورك. لذلك فكروا بالانتر كونكت نتوركس، والانتر كونكت نتوركس بشكل عام كان الهدف منها انه تزيد سرعه تزيد الباص باند، لانه السنجل باص كان ليميتد على سرعه الباص. فحكوا طيب كيف بدنا نحل هاي المشكله، فاستخدموا الافكار اللي كانت موجوده في المالتي بروسيسور سيستمز في الكمبيوتر اركيتكتشر. العلماء اشتغلوا على مالتي بروسيسور سيستمز اللي هي موجوده حاليا، رجعوا لها مره ثانيه اللي هي المالتي كور ديزاينز. لو انا عندي اكثر من بروسيسور موجود في الكمبيوتر، كيف بدي انا انقل المعلومات بيناتهم، اخليهم يشتغلوا ان باراليل وانقل معلومات بيناتهم بطريقه ريلايبل بحيث انه ما يبطئش من سرعه النظام. فاستخدموا ففي شيء بسموه البانيان نتوركس، ممكنكم ترجعوا لهم للي مهتم، موجودين في الكمبيوتر اركيتكتشر درسناهم بالزمانات. بانيان نتوركس فينا الكروس بار سويتش هذا اللي مستخدم اكثر شيء حاليا هون، وادر انتر كونكشن نتوركس موجوده، وفي افكار كثير موجوده في هذا المجال في الكمبيوتر اركيتكتشر. تمام. في الداتا كوم في تشابتر 8 بيتحدث عن الكروس بار، عن الانتر كونكت نتورك. زمان بهالزمانات اول ما كنت ادرس الداتا كوم في قبل 14-15 سنه كنت ادرس تشابتر 8، وكان تشابتر 8 يتحدث عن هاي التفاصيل. فاللي حاب يعني يتعرف على الموضوع بطريقه مبسطه يرجع على تشابتر 8 في كتاب الداتا كوميونيكيشن. تمام. بس اي حال الفكره بسيطه جدا، انا اوضحها هون بكل بساطه، انه عندي كروس بار سويتش. ايش يعني كروس بار سويتش؟ يعني في عندي مالتيبل باسز، تمام، في عندي شبكه من الباسز. فبتلاحظوا انه اي واحدة من الانبوت بورتس بامكانها تشبك مع اي واحدة من الاوتبوت بورتس. فبتلاحظوا الكروس بار سويتش بيعطي امكانيه انه اي حدا يحكي مع اي حدا ثاني. فبوتنشلي في احسن الاحوال لو كان بورت 1 يحكي مع انبوت بورت 1 مع اوتبوت بورت 1، و2 مع 2، و3 مع 3. في هاي الحاله نستطيع ننقل معلومات من 3 الى 3 بدون اي مشاكل. فصار عندي ايش في الحاله هاي مقارنه بالسنجل باس، لو كان عندي 3 باسز زي هيك كروس بار سويتش اوف 3x3، معناه عندي صار السرعه مضروبه في 3 times the speed of the bus، وهكذا. أقص على ذلك. طبعا هذا الكلام في هذا الحكي في الايديال كيس، لكن مش دائما بتحصل انه الثلاثه بده يحكوا مع الثلاث. بجوز تحصل في الورست كيس انه 3 انبوتس بده يحكوا مع سنجل اوتبوت. في الحاله هي صار عندي كونتنشن، ما راح استطيع اخدم غير واحد وان ات تايم. فبس وجود الكروس بار سويتش صار عندك امكانيه انك ايش تحط انك تنقل معلومات من مالتيبل انبوتس لمالتيبل اوتبوتس ات ذا سيم تايم. طبعا في طرق اخرى لحاولوا يحسنوا فيها البرفورمانس، زي مفهوم الفراجمنتيشن، انه ياخذوا الداتا جرام يعملوا له داخل الراوتر فراجمنتيشن، يقسموه لسمولر سيلز اوف فيكس لينك، تمام، وبعدين ينقلوها ان سيلز ثرو ذا فابريك. هذا بيعطي لانه كل سيل بتكون حجمها اصغر، فبيعطي امكانيه الديستريبيوشن اعلى. بدل ما انقل داتا جرام كبيره واظني حاجز للكروس بار سويتش فتره طويله لنفس الانبوت اند اوتبوت، فلما تقسمهم لسيلز بصير انا انقل السيلز بطريقه سلسه اكثر، شبيهه بقصه البايب لاين. على اي حال هاي شغلات ادفانس اللي حاب يعني يطلع عليها، بس مش موضوع كثير. على سبيل المثال في السيسكو 12000 سيريز، هذول اللي بيستخدموهم للباك بونز، تمام، فيهم سويتشز سويتش فابريك سرعته 60 جيجا بت بير سكند باستخدام الكروس بار سويتش، او باستخدام انتر كونكشن نتوركس اللي على اغلب كروس بار سويتش. فبتلاحظوا ما بين هاي وما بين هاي تقريبا ضعف اون افريج، عمل دبلينج للسرعه السويتشينج فابريك، which is يعني which is a big advantage، يعني تقريبا قريب ال 100% انكريس على السرعه. طيب هذا بالنسبة للسويتشينج فابريك. أي سؤال؟ كم بقي من الوقت؟ معنا 10 دقائق. طيب على الأقل نكمل جزئية الكيوينج. الآن نتحدث عن الانبوت بورت كيوينج. فابريك متى بيحصل الكيوينج على الانبوت بورت؟
fabric slower than the input ports combined. زي ما حكينا إذا كان سرعة switching fabric أقل من مجموع سرعات الانبوت بورتس راح يصير عندي كيوي زي ما حكينا قبل شوي. إذا ما كان السويتشنج فابريك بيستطيع يلحق عليهم على الانبوت بورتس كلهم مع بعض معناها دفني راح يصير عندي إيش كيوينج على الانبوت. إذا كيوينج ديلي and loss due to the input buffer overflow. إذا ممكن يصير عندي كيوينج ديلي ويصير عندي losses بسبب الانبوت buffer overflow. إيش يعني الانبوت buffer overflow؟ يعني الآن البفر اللي موجود عندي على الانبوت على الانبوت بورت عم بيجي عليه باكيتس او داتاجرامز اسرع ما عم بيطلعوا ثرو ذا سويتشينج فابريك. فبصير عندي البفر يتعبى يعني ينحط فيه ينعم عليه كيوينج لمور باكيتس لغايه ما يتعبى وممكن ايش يصير في عندي اوفر فلو بلش افقد. في عندي مشكلة تانية ممكن تحصل بنسميها head of the line blocking which is queue datagram in front of the queue prevents others in queue from moving forward. اللي ممكن يحصل في هذا ال blocking هو مش queuing بقدر ما هو blocking هو يعني ال packet is queued وكان بإمكانها تطلع لكن انعمل لها blocking بسبب ال head of the line. إيش يعني سبب ال head of the line؟ شوفوا على سبيل المثال لو كان عندي هذا ال system في عندي switching fabric وفي عندي 3 input ports وعندي 3 output ports. انتبهوا للألوان. هذا البورت لونه أحمر، أزرق، أخضر. الباكت اللي لونها أحمر لازم نعملها forwarding على اللي لونه أحمر، واللي لونها أحمر لازم على اللي لونه أحمر، واللي أزرق على الأزرق والأخضر على الأخضر. لاحظوا إنه port 1 وport 3 في عليهم باكت والتنتين لونهم أحمر، يعني كل تنتين رايحات على port على البورت اللي لونه أحمر. إذا في contention عندي هون، ما بستطيع أخدم غير واحدة منهم at a time. البورت الثاني الباكت اللي موجودة اللي بسميه الهيد اوف ذا لاين، هيد اوف ذا لاين يعني أول باكت موجودة في البورت لونها أزرق بدها تروح على إيش؟ على الأوتبوت البورت الثاني. فما فيش مشكلة ما حدش بينافسها. الآن إيش اللي راح يحصل؟ اللي راح يحصل إنه التنتين الحمر هذول بتنافسوا على إيش؟ على to go through the switching fabric. اللي حاصل الآن إذا الحمراء اللي في البورت الأول اللي فوق أخذت priority على اللي تحت راح تنتقل للبورت اللي لونه أحمر والحمراء هاي راح تنتظر دورها للنكست سايكل. الآن وين المشكلة اللي حاصلة؟ المشكلة إنه هاي اللي لونها أخضر ده تروح وين؟ على البورت الأخضر وفيش حدا رايح على البورت الأخضر. لكن بسبب انه الهيد اوف ذا لاين اللي لونها احمر اللي هي قبلها على البورت ما اجاش دورها تطلع فاضطرت ايش تنتظر عبين ما الحمراء تطلع. هذا اللي احنا بنسميه هاي الحاله. يعني هاي الان الحمراء الاولى اجت هون وصارت الزرقاء هي الهيد اوف ذا لاين والزرقاء هاي صارت على الاوت اوف بورت. لكن المشكله وين صارت؟ هون بسبب انه الحمراء اللي على الهيد اوف ذا لاين على البورت الثالث ما إجا دورها تطلع انحرمت الخضرة منها تيجي تروح على البورت الأخضر. هذا نسميها إيش؟ الـ head of the line blocking. وهذا بيحصل ممكن يحصل. تمام؟ هاي واحدة من مشاكل اللي ممكن تسبب extra delays على الريموت بورت. تمام؟ خليني أعطي فكرة سريعة عن الـ output ports لأنه هذا هاي حاط لك المؤلف حاط لك this is hugely important. هاي كثير مهمة وفعلا هي كل الكلام هذا مهم بس نشوف الـ output port نتحدث عنه شوي ونرجع للمحاضرة الجاية نبلش منه. الآن في الـ output port رح تيجي المعلومات من الـ switching fabric. تمام؟ ورح ينعملها buffering وكيوينج. ليش؟ لأنه هاي راح تيجي بسرعة عالية جدا switching fabric. فالآن صار عندي العكس، صار عندي المعلومات عم تيجي من switching fabric بسرعة معينة وفي عندي line termination ماشي بسرعة معينة. إذا كان نفس الفكرة تمام، إذا switching fabric عم بيدخل لي packets بسرعة أعلى من سرعة line راح يصير عندي queuing وbuffering على ال output port. إذا بتلاحظوا إنه ال queuing بيحصل على الانبوت بورت، يعني ممكن يحصل على الانبوت بورت
وممكن يحصل على output port وممكن يحصل على الجهتين مع بعض. Okay. فالbuffering required when the datagram arrives from the fabric faster than the transmission rate. حكينا هذا الكلام. Datagrams or packets can be lost due to congestion, lack of buffers. إذا نفس الشيء ممكن يصير عندي losses هون ممكن عندي يصير losses هون يعني يصير عندي buffer overflow في الطرفين. فهاي تحتاج scheduling discipline. إيش هي scheduling discipline? Chooses among queued datagrams for transmission. أني datagram أعملها transmission next. أني اللي أطلعها على line. فعندي priority scheduling. Who gets best performance network neutrality? هل في عندي priority scheduling؟ هل أنا بدي أعطي priorities ل different datagrams ولا أعطيهم كلهم نفس priority؟ فينا إيش بسميه scheduling discipline with certain priority. راح نتحدث عن هذا الكلام المحاضرة القادمة. تمام؟ فال output port queuing بس عشان ننهي النقاط هاي. الآن إيش اللي ممكن يحصل؟ اللي ممكن يحصل إنه إذا كان عندي ال switching fabric سريع وبيستطيع لحي على input ports كلياته وكان في عندي head of the lines على two ports أو three ports لونها أحمر رايحة للأحمر بيستطيع ال switching fabric في one packet time يجيبهم وين؟ على نفس الانبوت على نفس الاوتبوت بورت. اذا راح فعليا راح يجوا ايش within one packet time راح تيجي two packets على نفس الاوتبوت بورت. هذا راح يسبب ايش queuing for sure. كل هذا الكلام يتكرر اكثر من مره يعني هذا الاوتبوت بورت عليه ضغط كثير عليه طلب كثير راح يصير الكيو تبعه ايش يزيد بشكل سريع لانه ايش على الاغلب راح يكون عنده مشكله اللاين سبيد راح تكون ايش اقل من الـ switching fabric. فبيعتمد كم كمية الترافيك اللي موجودة هذي. Then buffering when the arrival rate via switch exceeds the output line speed. حكينا هذا الكلام. Queue or delay and loss due to output port buffer overflow. ممكن يصير عندي queuing يصير عندي losses بسبب هذا الـ queuing. How much buffering؟ كم أنا بحتاج أن يكون عندي buffers؟ حسب RFC 3439 the one with the internet standards there is a rule of thumb. كم أنا بحتاج buffering على الports. Average buffering بشكل عام بيحكوا إنه average buffering equals to typical RTT. إذن هو مرتبط بكم typical RTT يعني كم تقريبا RTT ممكن تكون. على فرض إنه RTT 250 ملي سكند ربع ثانية رقم صغير نسبيا. Time. تمام. Times the link capacity. يعني بدك تضرب RTT باللينك capacity. كم سرعة اللينك. فهذا اختبار البفرنج اللي انت بتحتاجه. على سبيل المثال لو كانت عندي سرعة اللاين 10 جيجا بيت بير سكند وكانت الـ RTT تقريبا ربع سكند تضربهم في بعض بيطلع عندك 2.5 جيجا بيت بفر. طبعا انتبه انه this is جيجا بيت بير سكند مضروبي في سكند فبتروح السكند بضل عندي بيتس فبتحتاج بفرنج في هاي الحالة 2.5 جيجا بت يكون عندك ميموري تخزن فيها معلومات بهذا المقدار. Exit recommendation في دراسات أخرى ظهرت أحدث تحكي إنه إذا في عندي n flows يعني عدد من ال flows lines the buffering equal RTT مرة تاني the average RTT أو typical RTT مضروبة في ال link capacity مقسومة على جذر n أن اللي هي عدد الـ flows عدد الـ عدد الـ input data flows. على أي حال هاي الدراسات وناس بتشتغل عليها وبتطور كل الوقت بس بشكل عام أخذتوا فكرة إنه أنا بحتاج a lot of buffering حتى ما يصيرش عندي إيش buffer overflow و losses. طبعا هل راح أمنعه 100%؟ ما راح أمنعه لأن نتحدث عن إيش تقديرات typical RTT وهي شغلة حكينا إنها متغيرة فبتيجي تحكي typical يعني بدك تقدرها تخدير لذلك في العادي بدك إيش بدك buffering أعلى احتياطا فهذا الكلام مكلف جدا بتتحدث عن memories عالي جدا for buffering and for writing and reading and so forth. It's good time to stop and the scheduling mechanisms. هيك نكون تحدثنا عن ال input port ومشاكلها والكروس بار سويتش او عفوا السويتشنج فابريك ومشاكله وحديثنا كان اخر شيء عن الاوتبوت الاوتبوت بورتس
وايش المشاكل بتحصل فيه. وعشان نكمل موضوع الاوتبوت، المره الماضيه نتحدث عن السكيدجولينج ميكانيزم، كيف انت تعمل السكيدجولينج وكيف انت بتوزع وتعمل ترانسميشن للباكتس وبناء على ايش. ان شاء الله حديثنا راح يكون يوم الاربعاء. اي سؤال يا شباب؟ اعتقد خلصنا على الوقت تماما. اي سؤال على اللي حكيناه اليوم او اي سؤال اخر؟ طيب اللي ما عنده اي سؤال بامكانه يغادر، ويعطيكم العافية. السلام عليكم.